السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب صحيح البخاري وكتاب المغازي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا رميا شديد النزع، كسر يوم أدين قوسين أو ثلاثا، وكان رجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انصرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فقل: أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهاب القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرباء على متونهما، تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. ثم ختم الباب قال: حدثنا محمود، تفضل ختام الباب في المغازي. حدثنا عبيد الله بن هريرة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة أبيه عن عائشة رضي الله عنها ورحمه الله الجميع قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه، عباد الله أخزاكم، فرجعت أولادهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله عنه: يغفر الله لكم. قال عروة رضي الله عنه: والله بقلت في حذيفة رضي الله عنه بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. قال بصرت قال علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد. نعم، بصرت وأبصرت واحد، وهذا الراجح لغة. أقول إخوتي الكرام، أبو طلحة رضي الله عنه كان راميا رضي الله عنه وارضاه، وكان يعني رجلا فاضلا نبيلا، وترى تعلم أنه كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبيرحاء جعلها لله جل في علاه وأمر امرأته فخرجت. الغرض المقصود: أبو طلحة كان رميا وكان متقنا في الرماية، فكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يجند الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: سعد بن أبي وقاص، طلحة الخير، أبو طلحة، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، كل هؤلاء جاءوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الأمر شديدا عندما عصى الرماة ولم يفعلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكاننا ولو تخطفتنا الطير. قالوا: غنيمة الغنيمة. فعاتبهم الله جل في علاه وقال: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم، ولقد عفى عنكم. وهذا أعظم ما كان في الآية: ولقد عفى الله عنكم. واشتد الأمر على رسول الله وأحاط به أحاطة الصفار بالمعصم، ولكن الله جل في علاه جعل له مخرجا وفرجا، ويعني دافع عنه الأفزاز الأماجد الأماثل من الأنصار 10 عن بكرة أبيهم قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة الخير دافع عنه وسلم حتى كسر السيف فشلت يده رضي الله عنه وأرضاه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، وقال: دونكم أخاكم قد أوجب، يعني أوجب الجنة. وأبو طلحة يعني كسر قوسين أو ثلاثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد قال له: انصر كنانتك، خلاص اتصل بي، انصر كنانتك لأبي طلحة. وكان راميا متقنا رضي الله عنه وارضاه، وكان ابو طلحه ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترفع راسك يا رسول الله، لا ياتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. صدق في الفدا، صدق في النصر، صدق في العمل لله جل في علاه. نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لابي طلحه رضي الله عنه وارضاه وبشره بالخير، السلام عليكم. فقال: انصرها لابي طلحه رضي الله عنه وارضاه. ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم، يعني ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه بأبي أنت أمي لا تشرف يصيبك سهم. وأيضا قال: رأيت عائشة، أنس يقول: رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر وأم سليم
وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما. يعني الغرض كانت الثياب ترتفع شيئا من للمشي لسرعه السعي لادراك الجرحى وادراك العطشى، وهم يعني يطونهم الماء في افواههم وايضا يدوون الجرحى، وهذه اصطحاب النساء في الحرب غير مرغوب فيه. وايضا النساء لم يفعل ذلك ولم يستعن بالنساء، غير انه في بعض الاحيين كنا يداوين الجرحى ويسقين العطش في ذلك تكمله للامر. فقال رايت خادم سوقهما، وكان صغيرا في هذا الباب ليس مكلفا، كان انس رضي الله عنه وارضاه يتكلم عن امي وعن امه الاخرى عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين جميعا. وانظر كيف كان يفعلن، تجيئان فتفرغان في افواه القوم وتملاني وترجعان بعد ذلك. وايضا يوم احد صرخ ابليس لما وجد اهل ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هبوا هبه واحده على اهل الكفر ويعني علوهم، ولكن سبحان الله معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم اودت بهم بعد ذلك، لانه قال لا تبرحوا مكانكم، قالوا الغنيمه الغنيمه، الدنيا الدنيا هلاكه. فصرخ ابليس لعنه الله عليه اي عباد الله اخراكم، فرجعت اولاهم فاشتردت فيها اخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا، ولله حكم وشؤون، أراد الله جل في علاه له الرفع، ويعني وأراد أيضا لحذيفة الرفع لأنه قتل خطأ، فأعطوه الدية فلم يقبلها وجعلها في المؤمنين. نعم. قال يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما سالت حذيفة بقية خير حتى لحق بالله جل في علاه. وصرخة إبليس يخبرهم أن أخراهم صافوا العدو وأنهم يخشى عليهم، فراجع فتطعموا، وكل فرقة تحسب الأخرى عدوها، لا إله إلا الله، وما سبب ذلك إلا لمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يوم أحد يوما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث إليه متبجحا أبو سفيان حالة كونه كافرا أنه يجمع الناس ليقضي عليهم في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج معي إلا من كان معي في أحد، فخرجوا جرحى معه رضي الله عنهم وأرضاهم. لما تسامع أبو سفيان بالكلام كف وخشي على نفسه وخشي على من معه فلم يخرج، فكان نصرا مؤزرا للنبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مع هؤلاء القوم الذين نصروا الله حقا والذين رفعوا الراية حقا، فأعزهم الله جل في علاه. اللهم ابعد عنا الذلة والمهانة، ونعوذ بالله من أن نسلم إخواننا لأهل الكفر والفجور، هؤلاء أهل كفر وفجور، هؤلاء الذين يشتمون الله يسبون الله ويقتلون الأنبياء، لا نسلم إخواننا لهم بحال من الأحوال. اللهم المستعان. الفوائد المستنبطة: فضل العفو عمن أخطأ، اللهم إن الزلل يركبنا ليل نهار ونحن نعصيك وأنت تعلم بذلك ونستغفرك ونتوب إليك، لكننا لا نسلم إخواننا ولا نترك جهادنا بحال من الأحوال. القتل الخطأ فيه الدية. فضل أبي طلحة، إن هذا الدين عظيم، يا له من دين لأن له رجال لا ينصره إلا الرجال. نزول ملائكة يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. يتكلم علام الغيوب على الطائفة التي ولت وتخاذلت من طائفة المنافقين، وقال هناك طائفة ليسوا من المنافقين ولكن همت فثبتها الله، إذا همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفيها تفقد الولي الرعية، وفيها أن الله لا يضيع أولياءه، سد الله الدين عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.